معانا في حلقة جديدة النهاردة. إن شاء الله هنكمل مع بعض مسابقة أحلى تورتة لكريسمس. إحنا كان عندنا الأسبوع اللي فات تورتة معمولة حلوة جدا، النهاردة برضو في تورات حلوة جدا جدا، انتوا اللي هتختاروا الفايزين. تمام، ركزوا معانا بقى جدا، لأن فعلا عاملين شغل فوق الرائع، يعني لمحبي التزيين كده هتستمتعوا جدا النهاردة. وعندنا موضوع مهم قوي عن الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية حاجة مهمة جدا، ولكن مش كل ست بتعرف أهميتها، ومش كل ست بتعرف ترضع صح، وده موضوع مش قادرة أوصف لكم مهم إزاي، لأن الرضاعة لو مش مظبوطة بتعمل مشاكل كتير نفسية عند الست، وبتعمل مشاكل كمان في جسمها، وما بتبقاش عارفة تتعامل إزاي وتتصرف إزاي، فتروح قطع الرضاعة، في حين أن الرضاعة دي حاجة طبيعية جميلة، ولكن لازم إرشاد معين علشان الست فعلا تعرف تعمل الموضوع بشكل صح، وفي نفس الوقت تتقبله جدا وتحبه. فكل ده هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله، وطبعا عن الولادات نفسها، القيصري الطبيعي إيه اللي أحسن، طب القيصري بينفع معاه رضاعة بشكل طبيعي ولا بيحصل مشاكل، كل ده إن شاء الله النهاردة. لو عندكم أي أسئلة تقدروا تتصلوا بينا وتسألوا، لأن هيكون معانا اتنين دكاترة متخصصين إن شاء الله. انا بقى عايزه اكلمكم في موضوع صغير وسريع قوي قبل ما ناخد الاسئله، وهو الشتاء والامساك. ناس كتير قوي برضو تشتكي احنا بيجي لنا امساك، وخصوصا في فتره الشتاء عشان قله الميه. خلوا بالكم دايما في الشتاء بنلاقي نفسنا مش بنعطش زي الصيف، بنلاقي نفسنا بناكل فاكهه اقل، بنشرب ميه اقل، فكل ده والسلطات برضو مش بنروح لها قوي زي في الصيف. مهم نركز دايما شرب الميه ما ننساهوش، ونحاول دايما يكون في اكلنا في الياف، الالياف اللي هي عباره عن السلطه والفاكهه وايه كمان الشوفان، واللي اليافه عاليه جدا جدا ويناسب قوي في الشتاء الكاكاو. الكاكاو الخام تحفه، اكبر واعلى نسبه الياف موجوده في الكاكاو الخام، فاعملوا هوت شوكليت كده دايت جميل كل يوم بالليل، واشربوا بقى، ركزوا في شرب الميه، وبالنهار شوفان، هيبقى الدنيا تمام معاكم. لكن لو كلتوا الحاجات دي او شربتوا الحاجات دي من غير ميه هتسبب امساك اكتر. تمام، فضروري يا جماعه، حتى لو ميه مش لازم تكون ساقعه، ممكن تكون فتره، وممكن تكونوا منكهينها بشويه حاجات، مره شرايح برتقان، مره شرايح ليمون، مره تحطوا عيدان حته الجنزبيل، او كمان عيدان القرفه بتكون حلوه جدا للشتاء. تمام، عيدان القرفه مع البرتقان برده بتكون حلوه جدا، ممكن قرنفل، يعني نكهوا في ميه دافيه اللي انتوا حابينه، بس المهم ان يبقى قدامكم الازازه طول النهار وتشربوا منها. تمام، دي نصيحتي النهارده. نروح بقى نجاوب على الاسئله، يلا بينا. اول سؤال، لو سمحتي انا برضع، ينفع اخد زبادي بالليمون ولا غلط؟ ينفع طبعا، ايه المشكله؟ الزبادي كله كالسيوم وبروتين، والفيتامين سي اللي في الليمون بيساعد على امتصاص دوت، فده بيعلي جدا انتاج اللبن بشكل حلو، وبرضه نتاكد النهارده من الدكاتره لما يكونوا موجودين ان شاء الله. السؤال اللي بعده، عادي خبز شوفان مع دقيق شعير؟ انا الصبح بشرب حليب متوسط الدسم مع 3 معالق صغيره شوفان ناعم، ينفع ولا لا؟ مفيش مشكله لو انت بتاخدي كميات قليله، دقيق الشعير من الدقيق الحلو، ولكن طبعا الشوفان بنصح بيه اكتر عشان ما بيرفعش سكر الدم معانا. دقيق الشعير لو كامل برده حلو، لكن فيه جلوتين، فاحنا ما نكترش، بس تبقى النسبه قليله، مفيش اي مشكله خالص. نشوف السؤال اللي بعده، هو في يوم فري مع الصيام المتقطع ولا لا؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله، شكرا. في يوم الفري مع الصيام المتقطع مفيش مشكلة، بالعكس احنا لما احنا بنعود جسمنا على حاجة معينة، يعني احنا دلوقتي كل يوم بنعمل 7 خطوات والصيام متقطع، او بنعمل صيام متقطع فقط، الجسم بيتعود انا كل يوم باكل في المواعيد دي وما باكلش في المواعيد، فبيبتدي خلاص يتعود على النظام وما يحرقش في الاوقات اللي ايه اللي ما بناكلش فيها. فلا، الاحسن طبعا لازم اي نظام نعمله نكسره بيوم فري علشان نلخبط الجسم فيبتدي يحرق احسن. معانا سؤال كمان ولا هنروح الفاصل؟ ها طيب، نشوف السؤال اللي بعده، اخر سؤال،
مثالي عادي اكل محشي في الدايت برز قليل وخضره كتير، رز قليل جدا ممكن في الصباع الواحد نص معلقه صغيره. طبعا كميه الرز هتفرق معانا، لان الرز الابيض من الحاجات اللي بترفع سكر الدم، فاحنا لو اكلنا رز قليل جدا وخضره اكتر، وبالذات لو احنا مثلا عاملين المحشي قليل الدسم ونسبه الخضره كتير، لان المحشي نفسه عباره عن خضره، احنا معانا مثلا لو محشي ورق عنب ولا كرنب ما هو دي خضره، وكمان محشيه وخضره كتير، فاحنا كده قللنا جدا من نسبه الرز، مفيش مشكله وكلنا كام صباع. ولكن لو عملتي بقى مكان الرز مثلا كينوا بيبقى احسن واحسن واحسن، وزودي معاه شويه لحمه مفرومه كمان تبقى حلوه جدا، تمام؟ فكل ما او البرغل، ممكن شويه برغل، وناس كتير جربته بالطريقه دي وشكرت فيه، لانه بيشبع اكتر وفي نفس الوقت مش بيعلي سكر الدم ومش بيتخن. فيعني بس طبعا كل حاجه كميات، يعني مش اللي انا بقوله ده نروح ناكل حله بحالها، لا ناكل كميات صغيره. احنا كده خلصنا اسئله، هنروح بقى الفاصل ونرجع عندنا احلى تزيين بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. دلوقتي بقى هنبتدي بقى نكمل المسابقه اللي احنا ابتديناها الاسبوع اللي فات، اللي هي مسابقه كريسمس، تورت كريسمس الجميله التحفه اللي كلها تزيين. النهارده نرحب بايه الله مصطفى، اهلا بيكي نوراني. منورك والله. انت عامله تورتتين، ايه ده، احلى من بعض بجد. ربنا يخليك. تسلمي بجد، تسلم ايدك حقيقي. بصوا نجيب بقى التورت كده اللي هي عاملاها، شكلها حلو قوي بجد، يعني فنانه بجد. يعني انت قالت لي كمان الميزان، فيعني ايوه بقى، ايوه الميزان دايما كده عنده حته كده فنيه. تسلم ايدك بجد. تسلمي يا حبيبتي، حلوين قوي. ربنا يخليك. دي كده اول واحده. يعني ما على نفسي خالص. دي تاني واحده عسل. بصي عسل ازاي. انت بقى تورينا اني واحده اللي هي جايبين عليها دلوقتي. المج دي. دي مج شايفين، وعليها الكريم شانتيه من فوق. لا تسلم ايدك بجد. تسلمي، ربنا يخليك. انت اصلا خريجه ايه؟ انا اداب. اداب مساحه إيه؟ وخرايط، جغرافيا يعني. جغرافيا وخرايط. اشرحي لنا اكتر. يعني انا عموما دخلت مجال يعني غير اللي انا بحبه خالص، بس يعني دخلت كليه اداب قسم جغرافيا، اتخصصت في مساحه وخرايط، بس يعني ما اشتغلتش بيها. انا كملت عموما يعني طول عمري بشتغل في الرسم، وبقالي سنه ونص. طب دخلت شغالة سنين جميله ليه؟ ايه المجموعه بقى. ما كنتش بذاكر بصراحه. اوكي ماشي. بس انت اساسا بتحبي الرسم وكنت بترسمي؟ انا اشتغلت في الرسم حوالي 9 سنين بورتريهات. تمام. ومن سنه ونص بالظبط بدات، يعني هي كانت صدفه، كنت بدأ يعني بعمل حاجه لحد عزيز عليا وطلعت حلوه، كملت بقى المشوار، بس اتجهت للحته اللي هي المختلفه، يعني بحب اعمل الحاجات المطرقعه، مش التقليديه خالص. مش التقليديه. طب احنا ممكن قبل ما نبتدي نشوف الصور اللي معانا ليها، علشان هي عامله حاجات حلوه قوي فعلا، مطرقعه فعلا. تعالوا نشوف الكاميرا. ايوه فكره كاميرا مختلفه مجسمه، حلوه قوي. دي كان اول حاجه مجسمه اعملها. طبعا سندريلا. واو تسلم ايدك. تسلمي. انتي بقى من كتر حبك للتورت بقيتي اي حاجه عايزه تنفذيها، اي حاجه بتشوفيها عايزه تنفذيها. فعلا. لا بجد انتي باديه من امتى بقى قلتيلي؟ سنه ونص. ازاي؟ ازاي بدأ يعني كل ده ما شاء الله من سنه ونص؟ ازاي؟ والله يعني حتى ما خدتش كورسات او حاجه، كان كل اونلاين بقى اتفرج على حاجات وحضرتك طبعا وصفحات اجنبي. كنت احب اقول حاجات بقى المختلفه. الفرخه دي دي كرومي. دي كرومي محشي كمان، ده شكله بجد بسله وجزر. مش معقول، ده حلويات يا جماعه، ده تورته. اخد منك قد ايه ده؟ ده حوالي 4-5 ساعات. طبعا ده اقل حاجه. لا تسلم ايدك، شكله حقيقي بجد. ربنا يخليك.
حادق يعني مش حلو. ودي رنجة كمان، ورقة الجرايد. انا بحب اعمل حاجات بقى دي يعني اللي هو مستحيل حد يصدق ان هي كيك، فاهمة؟ ده فعلا بحب قوي بتجه للحاجات دي اكتر، كأنها فعلا مرسومة. دي كيكة؟ اه. تسلم ايدك بجد. واو حلوة قوي. كنت عاملاها ايام الموكب لما كان بيتنقل. تمام ما شاء الله. دي بقى لما اتقطعت من جوه. تسلم ايدك، لان مجسم ده مش سهل خالص. النحت كان صعب جدا على الكيك. طبعا معلش نرجع تاني على المجسم ده عشان ده صعب جدا. شايفين مناخيره ووشه والدنيا الطالعه دي، الحتت اللي طالعه دي مش سهله خالص يا جماعه. خالص. هي اخد دي اكتر يعني كيك اخدت مني وقت، اخدت تقريبا 10 ساعات متواصل. ده اقل حاجه، ده اقل حاجه يعني. يعني انت لو قلت لي اخدت مني 5 ايام هصدق فعلا يعني. لا الحاجات دي بتاخد وقت جامد، خصوصا كيك مش حاجات صلبه. عندنا بعد كده الهامبرجر، طبعا شكله برجر يعني حقيقي، والريموت بتاع البلاي ستيشن، الدراع، دي الشنطة وهي في ايدي يعني. والشنطة. لا حاجات جميلة قوي. ده مسجد. مسجد. لا بجد تسلم ايدك يعني. ان انت في سنة ونص تعملي ده، ده دليل على انك بجد فنانة فعلا جامد جدا. ربنا يخليك. تعالي نتفرج بقى. يلا بينا. يلا احنا هنعمل المج ده نفس الفكرة. اول حاجة هنعمل الكنار اللي فوق ده علشان نحس ان هو غويط او جواه حاجة. دي عجين سكر مفرودة، هناخدها هناك. تمام. اه الناحية التانية بقى، خليكي على الناحية التانية. اوكي. دي كده عجينة سكر بيضة مفرودة، دي هتعملي منها الحتة اللي هي الكنور بتاعها. تمام. انا ممكن اشوف مثلا هي تبقى قد كده، اقيس. طبعا احنا المرحلة الأولانية اللي هو ازاي الواحد يغلف كيكة بعجينة السكر دي احنا عملناها قبل كده، فايه يعني خلاص من الخطوات اللي اتحفظت يعني، مش محتاجين نعيدها كل مرة، انها بتاخد وقت. فاحنا دلوقتي اللي يهمنا بقى التزيين فوق التغليف. يعني احنا التغليف ده زي ما قلت عملناه كذا مرة، كيكة يتحط عليها كريمة زبدة أو جناش، وبعد كده بنفرد عليها عجينة السكر. بعد بقى مرحلة عجينة السكر بنشوف بقى ايه طرق التزيين المختلفة عشان تقدروا تعملوا لولادكم برضو حاجات للمناسبات، ما يبقاش دايما الواحد يروح يشتري بالغالي، لان الحاجات دي غالية جدا الجاهز منها، لكن لما تعملوها في البيت هتلاقوا انها اوفر بكتير قوي ومضمونة انتوا اللي عاملينها، واحساسها مختلف لما انتوا تعملوا لولادكم حاجة تانية خالص، هما بيحسوا بقى باحساس تاني خالص. احنا هنتني بس الحتة دي كده حتة صغيرة عشان تديني عمق بس في المج. ايوه. دي اول تورته طلبت منك كانت لايه؟ لمناسبه ايه؟ كان عيد ميلاد حماتي وعامله لها مفاجاه. كنت جربت بقى يعني، هو بصراحه انا برضو بوظت كتير في الاول يعني، انا ما جتش معايا على طول، بس ظبطت في الاخر ولقيت يعني اجماع ان هي حلوه ومعجبين بيها، فشجعوني ان انا اشتغل فيها. طيب ايه الحاجات الدروبات اللي حصلت لك في الاول، او الحاجات اللي ما ظبطتش معاكي في الاول؟ والله انا برضو يعني عشان ما خدتش كورسات ما كانش عندي خبره كافيه، خصوصا في التثبيت يعني عموما، ان يعني هي تبقى ثابته وقت طويل في الاول خالص يعني. اول يعني تعملي شكل حلو بس ممكن تقع. ممكن تقع مني. اه ممكن وانا بشتغل تقع، لكن بعد كده طبعا يعني بالممارسه كله ظبط. طيب. الحمد لله. نكمل حته كمان. طبعا فعلا عندك حق، موضوع التثبيت ده محتاج حاجه حسب التورته كمان علوها، حسب لو انت عامله مجسمات وحطاها، لو مش حاطه الماده اللي بتثبت او تنشف هتلاقي ايوه. دي في الاول ما كانش عندي خبره بيها، بس لما بدات ادور بقى وابحث كتير وصلت بقى للطريقه. انا برضو عشان طبيعي. يعني في الاول ما كانش عندي فرصه اني اخد كورسات لان ما كنتش هنا في القاهره. انت كنت عايشه بره؟ لا كنت في دمياط، ومش متاحه عندنا الحاجات دي قوي يعني. ايوه. اه ممكن يشتغلوا في الحاجات دي بس مش بيدي كورسات. تمام. وما كانش عندي فرصه. اعتقد كل حاجه موجوده على اليوتيوب. ايوه بالظبط. اه
فهو ده اللي علمني يعني، والتجربه برضو بقيت اجرب حاجات حتى لو مش مطلوبه مني. بقيت اجرب في البيت الاشكال المختلفه دي بالذات، انا اللي كنت ادور واشوف حاجه يعني حقيقيه مثلا زي البرجر وكده، ابقى عايزه اعملها كيك، عايزه اجربها. وتاكليها لمين بقى؟ لجوزك؟ انا وهو مش بناكل الحاجات دي خالص بجد. مش بناكل اي حلويات اصلا، بس يعني مش بحبها عموما لا انا ولا هو. يعني تحبي تعمليها بقى مش تحبي تاكليها؟ نعملها بس بنديها للناس بقى. تحبي تتفرجي على الناس اللي بتاكلها؟ جدا يعني، مرحله التقطيع دي انا كنت بقطع قلبي والله. ده تعب ومجهود. متخيله. جوزك بيساعدك اوقات؟ ما واقف جنبي كتير في الاول ايام الكورونا بقى والحظر والقعاد في البيت، كان هو اللي بيعجن ويفرد، كان بيساعدني كتير بجد. بصراحه. برج ايه؟ هو الحوت. الحوت. الحوت من اكتر الابراج الحساسه والمعطاءه والفعلا بتقعد تحب تدي 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 كده وتساعد، خصوصا للناس اللي بتبقى مقدره اللي هما بيعملوه. هو بصراحه واقف جنبي كتير، ربنا يخليهم لك. وكل الناس اللي حواليا بقى يعني حبايبي وقرايبي كلهم كانوا بيساعدوني اني انجح، يعني كملي، لا اعملي دي حلوه، لا دي فيها مثلا غلطه معينه، لا ايديها كده، الحاجات دي كانت بتشجعني. ايوه. ممكن نقصرها شويه. بصوا، هي دلوقتي الحركه اللي هي بتعملها دي حركه تثبيت للي هتحطها فوقيها. يعني هي دلوقتي هتثبت عجينة سكر معمولة بالشكل الكمثرى ده علشان ألف عليها المارشميلو ده. تمام. ناخد دي. ده بقى عجينة سكر انتي برماها ولفاها؟ ايوه، عجنت طرتها اول لان هي بتيجي اصلا قالب كده جامد، بتطرى اول في الميكرويف مثلا او في الفرن يعني دفيه شوية، وبعدين بعجنها، وبعدين بقوم عامله اي شكل بقى انا عايزاه. فانا برمتها كده عشان تديني شكل ال او الشانتي يعني اللي هيبقى. أيوه. فوق ال لو عايزه تبقي على اوسع شويه، بس لو عايزه تعمليها نفس الشكل اوكي من تحت، عشان انا عارفه لما الواحد بيشتغل في على الهوا بيبقى مش شايف خالص، زي ما لما الواحد بيبقى في البيت براحته. على الهوا الواحد ما بيبقاش شايف على الشاشه ومش عارف يلف كتير وحاجات، ف ده اللي بيحصل لي بسرعه، فمتخيله دايما ان الناس اللي بتشتغل بتبقى زيي. دي بقى شبه الكريم شانتيه اللي فوق الهوت شوكليت مثلا او حاجه، او كابوتشينو. انا حاسه ده كابوتشينو لونه كده على كابوتشينو. حاجه تدفينا في البرد ده. ايوه بالظبط. تعرفي تزقيها برضو لقدام شويه عشان مخرجنا يعرف يجي على. باي ذا واي، مخرجنا برضو ميزان. حلو. ده برنامج الميزان، شفته امبارح مع الاستاذه العظيمه عبير فؤاد، برضو ميزان، فكله كان ميزان اليوم ده والنهارده الظهر برضو. تسلم ايدك. بس عايزه اظبطها. الفواصل دي بقى هنداريها بالمارشميلو. انا مش جايبه المارشميلو، انا عامله برضو عجين سكر بس نفس الالوان. ايوه صح. بس ممكن طبعا نحط مارشميلو لو في اطفال حابين يعني ان هي ياكلوا المارشميلو اللي عليها وكده. صح. تتلزق، انت بتلزقيها المارشميلو بشوكولاته بيضه مثلا بقى؟ ممكن شوكولاته بيضه، لكن دي بميه عادي. ايوه ممكن اشوفها. بس ولازم الحته البوز طبعا. اساسي البوز ده بتاع الكريمه. تمام. بعد كده بقى نعمل المارشميلو اللي هو برضو عجينه سكر برموها زي البيضه بالظبط، بس الوان الازرق الفاتح والروز الفاتح، وهتقطعهم بقى بالمقص كانهم حتت مارشميلو بالظبط. نبتدي بقى نوزع
يعني نشوف الفواصل او الحاجات اللي عايزه تتدارى كده مثلا. طبعا انت بتجيبي عجينه السكر اللي هي بتعمل مارشميلو، معموله اصلا من المارشميلو. أيوة تكون اخف كتير واحلى في الطعم. اه فعلا. اي نعم كله سكر، وتخلوا بالكو ها، والمناسبات فقط وحته صغيره فقط ماشي، بس ايه بنقول برضو الحاجات اللي طعمها احلى. تمام نزود الوان. ايوه كنت لسه هقول لك بقى ازرقت بقى. انت بعدها بقى تعملي لنا اللي هي المقبض بتاع المج. أيوة. وهتحطي بقى ايه في قدام، في حاجه قدام غزاله. الغزاله صح. وهحط الورق الشجر ده، هنعمل ورق الشجر اول. دي وشها تمام. في قطعات على شكل ورق الشجر. ايوه دي نفرد بقى العجينه الخضراء دي ونقطع. فانا مجهزه بس هوريكم برضو ايه مثال. يلا بينا. جمدت شويه بس تمام، هو مفهوم بتتفرد وتقطع زي البسكوت بالظبط. قطعت بسكوت بس على شكل ورق بالظبط، تطلع معانا شكل اللي هو ايه الورق الاخضر من عجينه السكر. طبعا كلهم لازم يبقوا سمك واحد. بس بصوا اهو الشكل عامل ازاي. ايوه ثبتي ايديكي بقى، هيجيب عليكي دلوقتي. ايوه دي كده شكل الورقه الخضراء اللي هتلزقهم حوالين دي. تمام ابتدي بقى، نبتدي نلزق الورق الاخضر. وري كده كام واحده عشان نروح لفاصل ونرجع نكمل الباقي. ماشي يلا بينا. هنشوف النص بتاع التورته اول ونعمل اتنين طالعين كده. ده الشكل المعروف في كريسمس اللي هما كده ورقتين وفي بينهم كرة حمراء. بالظبط. ممتاز. تمام نعمل الكرة الحمراء. حلو قوي تحفة. هتلفي بقى بنفس الشكل ده على الكنار حوالين داير. هنروح هنا بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله.
كتير، بس نفسي يبقى ليا براند معين هنا في القاهرة، يبقى شغلي بقى معروف. ده بتاع ايه؟ انت فاتحه حاجه اونلاين؟ اه اونلاين. اه انا شغاله اونلاين من سنه وثلاث شهور كده، وبيطلب حاجات منك. اه كتير. بس انت حاليا قاعده في دمياط؟ لا انا نقلت هنا اكتوبر، لسه قريب بقى لي شهر. فلسه بقى ببتدي المجال هنا يعني من اول وجديد. بس هناك كان بيطلب منك حاجات؟ اه الحمد لله هناك كنت عامله اسم حلو، بس هنا لسه بقى الناس ما تعرفنيش. لا ان شاء الله خلاص تعملي اسمه برضه. ان شاء الله. ده في اكتوبر بقى في محلات حلوه قوي بتاع التزيين، ادوات التزيين. جدا. انا هنا حسيت ان انا ايه ده، ان في حاجات كتير قوي اول مره اشوفها. ايوه شفتي بقى فعلا، واحد يخش كده محل ما بيبقاش عارف يشتري ايه ولا ايه ولا ايه. انا ببقى عايزه اخد المحل كله بامانه. والدولاب في البيت بقى يبقى عشان تطلعي اللي ورا لازم تطلعي كل حاجه من الدولاب، بتبقى مأساة كتر الحاجات. ده الدراع. تسلم ايدك. تسلم. ولو معانا وقت نحط لولي. ايوه لولي بقى اللي بيدي الشكل الفظيع اللي على المنظر ده. ممكن لو ما ثبتش معاكم نقطه ميه قبلها تمسك أو احسن، او نضغطهم لجوه. لجوه. اه تسلم ايدك. تسلم. في حاجه، ايوه ميري كريسمس دي اخر واحده هتتحط اكتوبر. اه من فوق بالظبط كده. خليها ايوه اتجاه هناك عشان الحاجات هنا خالصه اكتر. اوكي بالظبط. تسلم ايدك. تسلم. جميله قوي بجد، تحفه. انت نورتيني النهارده. ده نورك والله. قولي حابه تقولي اي حاجه. انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده بامانه، يعني انا جدا جيت قبل كده ودي تاني مره اجي، ومبسوطه جدا والله ان انا معاكي. انتي نورتيني بجد، ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليكي. تسلمي يا رب. بتمنى يا رب تكونوا انبسطتوا بالتزيين واتعلمتوا شويه خطوات زياده، وزي ما قلنا هي تاني متسابقه وانتوا اللي هتختاروا الفايزين الفائز ان شاء الله. انا لو مين كسبوهم كلهم، لان كلهم تحفه. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. دلوقتي بقى هنتكلم عن الولاده الطبيعيه والولاده بشكل عام والرضاعه الطبيعيه. طبعا كل حاجه مرتبطه ببعض في الحمل، فاحنا النهارده بقى معانا اتنين دكاتره الحقيقه هنسالهم عن كل التفاصيل اللي تهمكم. لو عندكم اي اسئله يا ريت تكلمونا. معانا النهارده الدكتور محمد ممدوح ثابت، استشاري النساء والولاده بكليه طب جامعه القاهره. اهلا بحضرتك. ومعانا الدكتوره منار محمد مبارز، طبيب اطفال استشاري دولي رضاعه طبيعيه. اهلا بيك. اهلا بيك. منورين. ميرسي. احنا الحقيقه حابين نتكلم بقى، طبعا فكره الحمل موضوع لوحده كبير كبير. الست المفروض تهتم بايه اثناء الحمل او فتره الحمل علشان تقدر تولد بشكل طبيعي ويبقى بعد كده الرضاعه بشكل طبيعي؟ اتفضل حضرتك.
هو البروسيس دي بتبتدي او العمليه دي بتبتدي كمان قبل الحمل، يعني هي لايف ستايل، هي بتبقى الام بتادابتت من قبل ما تحمل، النيوتريشن بتاعها، اللايف ستايل بتاعها، الاكسرسايزز بتاعتها، ده بيفرق جدا 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 في الستراكشر بتاع الجسم، في العضلات بتاعه الجسم، يساعد ان الكومبلينس الكومن اللي بتضايق الستات دايما في الحمل ما تظهرش او تكون اقل حاجه ممكن. يعني لو هي الويت بتاعها مظبوط، وزنها كويس، عضلات الظهر بتاعتها قويه، مش هتشتكي من مثلا الام الظهر اثناء الحمل. وده هيساعد جدا جدا في ان هي تقدر تولد طبيعي بسهوله اكتر. يعني ارتفاع معدل القيصريات اللي موجود حاليا واحد من اسبابه المهمه جدا ان اللايف ستايل بتاعنا اتغير، الناس ما بقتش تلعب. يعني لو احنا فكرنا في الست اللي هي مثلا من 100 سنه كانت بتعمل سكواتنج، ده ديلي روتين، هابت، حاجه بتعملها كل يوم. تمشي مسافات طويله ده حاجه روتين، مش محتاجه تروح الجيم عشان تعمل كده، عشان طبيعه الشغل كانت كده. Exactly. حتى كنا بنسمع الست اللي مثلا اللي بتشتغل في الزراعه مثلا ممكن تولد عادي في الغيط وترجع بالبيت، كمل يومها كمل يومها عادي عادي جدا. لما ده ما بقاش اللايف ستايل بتاعنا، والاكل الهيلثي ما بقاش اللايف ستايل بتاعنا، والاكسرسايزز دي ما بقتش اللايف ستايل بتاعنا، فالطبيعي ان الولاده الطبيعيه كمان بقت صعبه، لان هي ما ينفعش تبقى مش بتاكل طبيعي ومش بتتحرك طبيعي بس هتولد طبيعي، هي اتس لايف ستايل. فان هي تكون بتادابت اللايف ستايل ده من قبل ما تحمل، ده هيفرق جدا جدا جدا. تقصد حضرتك معلش من ناحيه العضلات والتحمل عند المراه بتختلف لما بيكون لايف ستايل بتاعها واخده سكه راحه اكتر عن انها بتعمل رياضه، فبالتالي ما بتستحملش الولاده الطبيعيه زي زمان؟ مش بتستحملش بس الولاده الطبيعيه، هي بيبقى الكومبلينس او الاعراض بتاعه الحمل او متاعب الحمل بتبقى اكتر كتير، والسهوله بتاعه الولاده الطبيعيه بتبقى لا اقل كثيرا، تبقى اصعب. يعني مش معنى ان هي مش بتلعبش رياضه ان هي مش هتعرف تولد طبيعي، بس هي الولاده الطبيعيه بتبقى بروسس ساعتها يعني اصعب من نفس العيانه او نفس الام لو كانت بتادابت لايف ستايل مختلف من قبل كده. من يعني في اكسرسايزز مخصوصه حتى للفتره دي للحمل والولاده بتساعد جدا جدا على ان عضلات الحوض تكون مهيئه للولاده بشكل احسن، فده يساعد ان الولاده تمشي مور سموث. تمام. غير لو هي مش بتادابت ده، لا طبعا الدنيا بتبقى اصعب كتير. طيب علشان يعني نهيئ الام انها تقدر بعد كده ترضع طبيعي، ايه اللي المفروض برضو تعمله اثناء الحمل؟ انت عارفه ان من اهم الحاجات هي انها تسال نفسها السؤال ده، انها تفكر اصلا في الرضاعه الطبيعيه من اثناء الحمل. مجرد انها هتبدا تسال نفسها السؤال ده هتبدا تدور وتتعلم وتشوف اعمل ايه علشان اقدر ارضع طبيعي، لان الحاجات ما بتمشيش تلقائي لوحدها. يعني دايما بنقول ان الرضاعه الطبيعيه دي حاجه تلقائيه بالنسبه للطفل، لكنها مهاره مكتسبه بالنسبه للام. فمجرد انها تبدا تتعلم عن المهاره دي اثناء الحمل دي حاجه يعني فارقه جدا معاها. ف يعني في حاجات كتير ممكن الام تعملها، يعني اولها هي فكره انها تتعلم نفسها اكتر، عن تاخد قرار انها ترضع طبيعي، تبدا تتعلم اكتر عن مزايا الرضاعه ليها مش بس لطفلها، تهتم بصحتها بشكل عام. زي ما دكتور محمد كنسة بيقول، زي ما الحمل هيفرق في الولاده زي ما الحمل برضه هيفرق في الرضاعه. في حالات صحيه ممكن لو هي اكتر امراض لو موجوده اثناء الحمل ممكن تاثر بشكل سلبي على الرضاعه، يعني منها مثلا السكر لو الام مريضه سكر. طب خلينا نرجع للاسباب اللي ممكن تمنع الرضاعه الطبيعي. معانا بس التليفون. الو محمد. الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل حضرتك. لو سمحت. الو. ايوه اتفضل سامعينك. لو سمحت عايز اسال، لو سمحت عايز اسال الدكتور، لو زوجتي والله كانت حامل وكانوا قالوا ما تاخدش اللقاح، ودلوقتي هي ولدت يعني وبترضع، هل تاخد اللقاح ولا ما تاخدش؟ تمام، شكرا على السؤال. طبعا ده سؤال كل الناس بتسأله، لقاح آمن على الحمل، طب بعد الولادة هل ينفع تاخده ولا لا وهي بترضع؟ اوكي. الفاكسينز بتاعت الكوفيد عمرها لسه قصية جدا، يعني احنا الفاكسين بقاله اقل من سنتين. طيب الريكومنديشنز حاليا والاستاديز اللي اتعملت على الحوامل والمرضعات ان الفاكسين سو فار ملوش كومبليكيشنز في الحمل والرضاعة. فالريكومنديشن ان الام الحامل او الام المرضعه اللي بعد الولاده انها تاخد الفاكسين. معظم الابحاث معموله اكتر على الفاكسينز الفايزر وموديرنا الامريكان، دول عليهم ريسيرشز اكتر، فاحنا بنريكومند ذم او يعني بننصح بيهم بثقه اكبر. الابحاث اقل شويه على الاسترازينيكا و جونسون وجونسون الابحاث عليهم اقل شويه، واقل شويتين على السينوفاك وسينوفار.
تمام. فده الريكومنديشن لو متاح ان هو يختار نوع الفاكسين، فاحنا بنريكومند اكتر فايزر وموديرنا، بس كل الفاكسينز الريكومنديشن بتاعت دبليو اتش او انها سيف في البريجننسي والرضاعه. في البريجننسي عادي وفي الرضاعه. طب كانوا بيقولوا لا يعني لو واحده بتخطط انها تحمل اصلا لا ما تاخدش. ده كان كونسيرن او خوف من عدم وجود معلومات. لما الابحاث اتعملت ونتائجها اتنشرت مفيش مشكله انها تاخد الفاكسين من سواء قبل الحمل او اثناء الحمل او بعد الولاده. تمام. طيب نرجع بقى للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ايه الحاجات اللي بتخلي الرضاعة الطبيعية تتأثر؟ ايه الامراض او ايه المشاكل اللي ممكن تكون تحصل ساعة الحمل اثناء الحمل تأثر على ان ما يحصلش رضاعة طبيعية؟ طيب ده كلام جميل. نقدر نقول كده اجابة، لو هنقول اجابة مختصرة على السؤال ده، مفيش حاجة هتحصل الا وكان ليها حل. يعني معظم المشاكل اللي ممكن تحصل اثناء الحمل مجرد ان انا يعني يلفت نظري ليها واتعامل معاها ممكن تتعالج بعد الولادة. لكن من الحاجات اللي بنحب نهتم بيها جدا زي ما قلت لك السكر مثلا، واحد من الحاجات الاكثر الامراض الاكثر شيوعا يعني حاليا. فالام السكريه محتاجه تبقى مهتمه شويه اكتر ومحتاجه تاخد بالها ان ممكن يحصل شويه صعوبات في الايام الاولى من الولاده، مشاكل مثلا زي مشاكل الغده الدرقيه. الحاجات دي مش هتاثر، يعني مش هتقول ان الام مش هتعرف ترضع، لكن لازم الام اللي عندها المشكله اللي من النوع ده تبقى واخده بالها انها اولا تكنترول الكونديشن اللي عندها كويس، يعني تخلي بالها تظبط سكرها، تعالج نقص الغده الدرقيه لو موجود. لان الامهات ساعات بتقلق من حاجه انها مش عايز تاخد الانسولين في الحمل عشان ما ياثرش على البيبي، مش عايز تاخد هرمون الغده الدرقيه في الحمل علشان ما ياثرش على البيبي. الحكايه مش كده، الحكايه ان هو العكس هو اللي هيحصل. احنا لو ما تعالجناش كويس هي صحتها هتتاثر والبيبي بعد كده ممكن يتاثر. ففي حاجات مثلا اقل شيوعا شويه بس برضو مهم نتكلم نلفت النظر ليها، فكره زياده الوزن اثناء الحمل. متوقع جدا ان احنا الام وزنها يزيد اثناء الحمل، بس الامهات بيبقى عندها قلق كده انها هرجع لوزني الطبيعي امتى بعد الولاده. فالوزن هيرجع، يعني هي كده كده طبيعي انها هتقل وزنها يقل بعد الولاده، بس الامهات بتبقى قلقانه قوي ان الرضاعه مش هتخليها ترجع لوزنها الطبيعي. ده بالعكس. قولي بقى يا سالي. ده بالعكس. والله. ده الواحد ساعه الرضاعه بيحرق من 500 ل 600 سعر في اليوم. كانكم بتعملوا رياضه ساعه في الجيم، ساعه حرق متكامل. ده 600 سعر في اليوم، ده اللي بيعمله الجسم عشان ينتج اللبن والرضاعه. عارفه بقى الرضاعه متهمه ليه؟ لان هي مش الرضاعه اللي بتتخن، ما حول الرضاعه بقى، ما حول المغات والحلبه والحاجات الجميله دي. تلاقي الام او الجده جايه كده بشويه حاجات بتتخن، ولازم تشربي ده ولازم تاكلي ده ولازم تقومي عظمك لازم. وبرده لطيف اننا نقول ان الام ممكن تاكل اي حاجه فعلا، بس كل حاجه ايه باعتدال بالزبط. علشان ادي فرصه لوزني ان هو يرجع يقل. المتهم هنا مش الرضاعه، المتهم هو التغذيه. الناحيه الثانيه بقى الامهات اللي بتحاول تخس جامد جدا بعد الولاده، ده ممكن يأثر شوية على إنتاج اللبن، لأن لو سعراتنا الحرارية في اليوم قلت عن 1500 سعر حراري ممكن فعلا كمية اللبن تبدأ تتأثر. طبعا طبيعي. بالزبط. طب والكيتو اللي الناس كتير بتمشي عليه؟ شكرا. شكرا على هذا السؤال. الكيتو نظام غذائي علاجي، علشان نتبعه لازم نبقى متابعين مع طبيب وعارفين احنا بنعمل كده ليه كويس قوي لأسباب علاجية. يعني هو مثلا من الحاجات اللي بتستعمل لعلاج نوع من أنواع الصرع في الأطفال، يعني عظيم في النقطة دي، بس نوع معين من الصرع اللي ما بيستجبش مثلا للادويه. يا نهار ابيض، يعني للام وهي بترضع؟ لا للاطفال. لا لحظه. الام لو بتعمل كيتو وهي بترضع ولا وهي في الحمل؟ لا مش قصدي كده، قصدي ان الكيتو في حد ذاته نظام علاجي انا بستعمله كانه دواء. تقصدي ان هو بالزبط. هو علاج طبعا بالزبط. اكيد في اوقات بيبقى علاج صح. فلا هو مش من الحاجات الموصى بيها للام المرضع، لانه بيدخلها في مشكلتين. اولا ممكن سعراتها الحراريه تقل جامد زي ما قلنا. الحاجه الثانيه الكيتو معتمد على ايه؟ يعني انت بتخفي خالص عمله الطاقه في الجسم اللي هي النشويات صح. فالجسم بيطلع طاقته منين؟ من الدهون. فانا عشان احرق دهون بطلع معاها كل اللي متخزن جوه الدهون، فده ممكن شويه ياثر على زي ما نقول عوادم السيارات كده بتطلع يعني. حاجه زيها في الجسم كده مع فده ممكن من الحاجات اللي تاثر على تكوين اللبن، ودي من الحاجات القليله قوي اللي ممكن تاثر شويه على تركيب اللبن اللي بيوصل للطفل. غير طبعا انه ممكن يكون يعني تاثيره على صحه الام في حد ذاتها، بس يعني لو هنتكلم على الرضاعه تحديدا فهو ممكن يقلل اللبن، ممكن يغير شويه في تكوينات اللبن طبعا ياثر على الطفل. طيب يا دكتور احنا ما عندنا سؤال. لو دلوقتي اولا ايه اللي يستدعي ولاده القيصري عن الطبيعي،
واذا حصل ولاده قيصري هل بيأثر على الرضاعه ولا لا؟ اتفضل. اوكي، الاستدعاء الولاده القيصريه دي حاجات ميديكال، يعني بتبقى دواعي طبيه. مش في مصر هنا في جزء كبير بيبقى حاجه اسمها سيزارين اون ديماند او قيصريه على حسب طلب المريض، ان هي اللي عايزه كده. دي حاجه مش موصي بيها قوي، لان القيصريه ده تدخل طبي هدفه انه يحسن الاوتكم او الناتج بتاع الام والجنين في حالات معينه بيبقى فيه خطوه في الولاده الطبيعيه. لكن طول ما الولاده الطبيعيه ماشيه بشكل سلس وما فيهاش مشكله، فمفيش اي مقارنه بين الطبيعي والقيصري، يعني مفيش مقارنه ان احنا مين احسن في الاثنين. هو الطبيعي احسن بمراحل في كل حاجه، القيصريه دي بتتعمل في تدخلات معينه. تدخلات زي ايه؟ تدخلات سواء كان مشكله في وضع الجنين، يعني في بعض الاوضاع للاجنه بتبقى الولاده الطبيعيه فيها اما مستحيله او صعبه او فيها خطوره عاليه. في بعض المشاكل القليله جدا 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 عن سيدات قليله جدا 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 في الحوض بتؤدي لان الولاده الطبيعيه صعبه. معظم الامراض المصاحبه للحمل زي الضغط والسكر وامراض القلب وامراض الكلى وامراض الكبد، معظم الامراض دي بيبقى احسن لها الولاده الطبيعيه من السيزارين، احسن من القيصريه. يعني عكس الشائع عند الناس انه هي عندها مشكله صحيه فالاحسن لها تولد قيصريه، لا. طب ازاي اعلى نسب عالميا في ولاده القيصري في مصر؟ هو ده الواقع، ان احنا تاني دوله عالميا تقريبا في الولاده القيصريه. ده داخل فيه عوامل كتير جدا، داخل فيه عامل التوعيه، ان الستات في مصر في جزء كبير منهم مستوعب ان فكره ان القيصريه احسن فبتطلب القيصريه، بتبقى عايزاها. السيستم الطريقه اللي بتقدم بيها الخدمه الصحيه في مصر مش بتساعد اكتر على الولاده الطبيعي، محتاجه تغييرات في نظام الصحه، محتاجه تغييرات في نظام في الطريقه اللي الدكاتره بتتعامل بيها مع العيانين. فهي فيها كذا فاكتور، فيها كذا حاجه بتؤدت الى هذا الوضع، لكن ده ما هوش الطبيعي وده مش اللي احنا عايزينه. تمام، خلينا ناخد تليفون ونرجع نكمل. معانا زينب. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي، اتفضلي. انا لسه والده جديد، يعني بقى لي 5 اشهر كده، الحمد لله، وبطني كبيره شويه ومش عارفه انزلها بيه، يعني اعمل ايه عشان تنزله كده؟ تمام، في اي سؤال عندكم ليها قبل ما تقفل؟ تمام، مين يحب يجاوب؟ اتفضل. حجم البطن بعد الولاده دي بيبقى لها حاجتين، حجم الرحم وده بيصغر بشكل مفروض ملحوظ، يعني بعد 40 يوم من الولاده بيكون تقريبا راجع لحجمه الطبيعي. حجم الرحم من الاسباب النادره جدا ان هو يبقى حاجه اسمها سب انفلوشن، الرحم ما صغرش الحجم الطبيعي. الاسباب النادره ان يخلي حجم البطن كبير، الحاجه اللي بتخلي حجم البطن كبير عاده عضلات البطن، بيبقى ضعف وترهلات في عضلات البطن، البيبي بيبقى شادد وضاغط على عضلات البطن فتره طويله، فبعد الولاده بيحصل ترهلات في عضلات البطن مع زياده الوزن اللي بتحصل اثناء الحمل. الحل بتاع القصه دي بيبقى لازم يمشي في يعني في خطين، حاجتين متوازيين. الحاجه الاولانيه انها لازم ترجع للوزن الطبيعي بتاعها بالتدريج مش مره واحده، والناحيه الثانيه تمارين رياضيه، لازم تبتدي تعمل تمارين رياضيه لعضلات البطن. الرياضه الطبيعيه من الحاجات اللي بتسهل انها تبتدي تعمل التمارين دي من ثاني يوم. فتبقى الاوت او الناتج احسن كتير. القيصريه بنقدر نعمل تمارين بسيطه في الاول من برضه من بعد اسبوعين ثلاثه، وبنرجع نقدر نعمل معظم التمارين بعد 3 شهور من الولاده. طيب. فهي والده بقى لها 5 شهور دلوقتي تقدر تعمل كل التمارين اللي عايزاها. طيب، معانا تليفون وفاء. الو، اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، اتفضلي. الحقيقه بسال سؤال عن ان بنتي ولدت قيصري وبعدها ان الولد مش راضي يرضع رضاعه طبيعيه نهائي، واضطرينا ان احنا نلجا لدكاتره يقولوا لنا شوفوا دكاتره للرضاعه، وفعلا بدأنا نجيب حاجة اسمها شفاط، والشفاط ده بدأ يجيب لها التهابات وبينزل دم مع اللبن. وهي في حيرة، على بال ما تشفط، على بال ما البيبي بيبقى بيعيط، اللبن بيبرد، بنلجأ نجيب أجهزة إنها تدفي اللبن ده تاني. وطبعا أنا خايفين من حتة التعقيم اللي بنازل، رباني بتاع ربنا، واحنا مش عارفين إنه بدرجة معينة، على بال ما بتعمل كده بيكون البيبي فرط من العياط، واحنا مش عارفه اعمل المعادله دي. قالوا ازاي ترضع، وبعدين قالوا لها طالما مش راضي ممكن بعد 6-7 شهور يتعود. هل ممكن فعلا يتعود على صدر الام بعد 6-7 شهور بعد ما تعود على الكورونا؟ سؤال حلو. البيبي عمره قد ايه؟ 6 شهور. البيبي دلوقتي عمره 6 شهور؟ اه. أوكي. 6 شهور وتعود على الببرونة، هل ينفع يرجع لصدر الام؟ هم محافظين على انه يعني مشغلين الرضاعه بالاجهزه. هو يعني سؤال لطيف جدا، لانه في اكتر من جزء. اهم نقطه فيه علشان نتعامل مع الطفل ده تحديدا هو عمره، علشان اعرف اتعامل معاه ازاي. بس في اكتر من لقطه حابه بس انوه عنها. فكره، اولا هي ولدت قيصري، ف
دي واحدة من الحاجات اللي بتصعب بداية الرضاعة. فلما بفقد أول يومين ثلاثة من الرضاعة الموضوع بيبقى صعب جدا بعد كده. لو أنا ليه؟ لأن القيصري ساعات الأم بتبقى تعبانة مش قادرة تمسك البيبي، البيبي طب حطوا البيبي في أوضة تانية والأم في أوضة تانية، طب مش عارفة تشيله علشان مكان الجرح والقصة دي. فلو قدرنا نتعامل مع ده وده ليه حلوله وخلينا الرضاعة تنجح من أول يوم، من أول ساعتين ثلاثة يعني في الولادة هو كمان. هو ده بقى اللي يعني عايزين بقى، عشان إحنا قربنا على نهاية الفقرة، إزاي الأم ترضع بشكل طبيعي وصح عشان ما تكرهش الرضاعة وعلشان اصلا تعرف ترضع من الاول. حلو قوي. هو ده السيناريو اللي اتحكى خلال الشهور دي، ممكن نجاوبه بالشكل ده. ان كان المفروض يحصل ايه؟ كان المفروض ان انا الام تحاول ترضع من اول ساعه. في ساعات الامهات ممكن تقدر ترضع جوه اوضه الولاده اصلا حتى لو والده قيصري. ان انا اتحكم في الوجع. الام ما ينفعش اقول لها تحت اي ظرف من الظروف استحملي الوجع، سواء كان ده وجع جرح القيصري سواء كان وجع الرضاعه، مفيش حاجه اسمها تستحمل الوجع لان مفيش حد هيستفيد من ده. طالما في وجع اثناء الرضاعه، طالما في البيبي مش قادر يرضع، يبقى في مشكله. المشكله هنا محتاجه تدخل، وكل ما كان التدخل بدري كان صح. وهنا هي ده دور فعلا استشاري الرضاعه. طيب لو الام بتتالم ليه ما تستحملش؟ علشان ده في حد ذاته معناه ان البيبي اصلا مش واصل له اللبن كويس، وضعه غلط. فاللبن مش بيتنقل. فبنخرج من مشكله بقى الميلك برودكشن، مشكله مش انتاج لبن، مشكله في ميلك ترانسفير، نقل اللبن. بعد شويه لما اللبن ما بقاش بيتنقل كويس للطفل، انتاج الام لللبن هيقل لان جسمها هيفهم ان انا مش محتاج كل اللبن ده. فبعد شويه نخش في مشكله ثانيه ان اللبن قل، فبقى اللبن قليل والبيبي مش عارف يمسك كويس. فلما يمسك يلاقي اللبن قليل فيتعصب اكتر، فيحصل بقى المشهد ده ان البيبي بيعيط والام مش عارفه تعمل حاجه. لما هنستعمل بقى الام زي ما السؤال قال تستعمل شفاط مثلا علشان اوكي ده ممكن يحافظ على انتاج اللبن، بس هو ما حلش المشكله الاساسيه بتاعت ان الطفل يرجع يرضع من امه بشكل مباشر. ودي لازم تتقيم وتتقيم تقييم طبي، لان الموضوع ممكن يبقى ببساطه طفل مثلا عنده لسان مربوط فهو مش عارف يحرك لسانه كويس يرضع. الام ممكن يكون عندها مش الحلمات الغائره قد ما اسمها بنسميها حلمات مرتده، ان الطفل كل ما بيرضع عليها الحلمه بتغور لجوه، فالموضوع بيخلي الموضوع اصعب عليه شويه. استخدام الببرونه لما بنعمل ضخ للبن بالبامب او المضخات، ايه اللي بيحصل؟ بدي الطفل لبن ببرونه، دي بتعمل حاجه اسمها التباس حلمات. فدي بقى زحليقه ثانيه من الاحداث، تخلي الطفل خلاص مش عارف يرضع ثاني. او وضع البيبي غلط، وضع البيبي بيسبب جرح عند الام وتقعد بقى تنزل في دم بالزبط طول الوقت وما تعرفش انها ترضعه من الالم. وضع البيبي واحده من الحاجات اللي الام محتاجه تتعلمها اثناء الحمل كمان، دي واحده من الحاجات اللي لما بتلفت نظرها للموضوع ده. في المانيا مثلا في حاجه اسمها هيبامن، يعني هبامه. الهبامه دي بتعمل ايه؟ انها بتعلم الحامل وقبل ما تولد لما هتولدي هيحصل كذا، لما تولد بتجيلها وتوريها تمسك لها البيبي وتوريها ازاي تشيل. انا ليه بتكلم على الحاجات دي؟ عشان على عندنا في مصر دي نقطه مهمه جدا انت بتقوليها. دي مش موجوده، محدش علمني. انا محدش علمني بالظبط. انا فوجئت فجاه انا لازم ارضع. طب ارضع مش تعالى تتكلمي عليه ده يا سالي. وبعدين لقيت بقى كوارث ووجع ومش قادره ودم وقصه، ودهاني بقى كريمات وبسرعه الاحسن ينشف ومش عارفه اعملي ايه واحطه تاني اصوت. يا نهار ابيض على من الواقع. عشان الوضع غلط، عشان محدش شرح لي في الاول بالزبط. فلازم الام يتشرح لها تعمل ايه، مش كل واحده ربنا خالقها بسيستم عارفه ترضع ازاي. عشان كده متابعه الحمل دي لازم ما يبقاش دكتور النساء هو اللي بيقوم بكل الادوار فيها، يعني متابعه بالزبط الحمل هبامي دي يعني اللي هي اللي هم بيبقوا مساعدين للدكتور بيبقوا متدربين على ان هم يعلموا ازاي الست ترضع. يعني هي محتاجه حد يقول لها تاكل ازاي، نيوتريشنست، ومحتاجه حد يقول لها ترضع ازاي، والتمارين اللي هتعملها طول الحمل لازم يبقى تيم، ما ينفعش يبقى شخص يعني. بالظبط. فده حاجه بنفتقدها هنا في مصر جدا. بالظبط، حاجه مهمه جدا. يا ريت يا ريت يا ريت يبقى في تخصص فعلا للممرضات ان هم يتعلموا يعرفوا ازاي يعلموا الام اول ما تولد تعمل ايه مع البيبي. بجد مهمه جدا. معانا تليفون. الو، شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. ازيك يا شيف سالي؟ اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. عامله ايه، اخبارك؟ اتفضلي. الله يخليك. معلش يا سيدي سالي، كنت عايزه اسال حضرتك، يعني كنت ماشيه على 7 خطوات. ايوه. وخسيت 20 كيلو فبعدين خدت منع الحمل فزدت تاني. ففي الوقت ودلوقتي انا لسه والده يعني ليا 50 يوم. تمام. فدلوقتي زدت بقيت 90 كيلو، فمش عارفه اعمل ايه والله، مش عارفه. انت زدتي اكيد على مدار الحمل صح؟ ولا زدتي بعد ما ولدتي؟ لا، ما خدت منع الحمل فزدت، وبرضه حملت زدت اكتر. طيب عندكم سؤال ليها؟
ودلوقتي انا ركبت كبسوله ومش عارفه ايه اضرارها، فيا ريت تجاوبيني يا شيف سالي الله يبارك لك يا رب. طيب انت كنت كام قبل وبعد؟ طب الخطا مش مشكله، هو واضح ان هي زادت من حبوب منع، حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل ممكن تؤدي لزياده بسيطه في الوزن، عادة بيبقى الزيادة دي اكساجريتد بحاجات تانية، بتبقى بتضاعف بحاجات تانية، بان هي بنظام الاكل بنظام الصحي مش بس حبوب منع الحمل. لو هي المشكلة بتاعت تنظيم الوزن بالنسبة لها حبوب منع الحمل عاملاها فيها مشكلة، في وسائل تانية كتير جدا ما فيهاش هرمونات، يعني في لولب، في قص منع الحمل فيها هرمون واحد فمش بتزود الوزن بشكل كبير، في وسائل تانية كتير جدا. تمام. فيعني تقدر تستخدم وسيله تانية، وفي نفس الوقت لازم بقى تتبع نظام غذائي وتلعب رياضه وحاجات عشان تظبط وزنك. طبعا انا كان نفسي ان احنا لسه في اسئله كتير برضو تاني والوقت جري، فانا بشكركم جدا نورتوني. يمكن حابين تقولوا كلمه سريعه كده؟ يعني لو حابه اقول حاجه باختصار، هي فكره ان الحياه الصحيه بشكل عام ما ينفعش نفتكرها بس اثناء ما يحصل حمل، وإن اهتمامي لما بولد ما يبقاش بالطفل بس وصحة الطفل بس، لا اهتمامي بصحتي أنا كأم بينعكس على صحة الطفل بعد كده. صح. والنفسية كمان أكيد. مش بس التغذية، النفسية من وانتي حامل ومن قبل البيبي والله. بيتأثر. انتوا لو رحتوا لأي دكتور دكتور نفسي أول حاجة يسأل، اسألي أمك كده كانت مبسوطة بيكي في الحمل ولا لا، لأنها من أول حاجات بتأثر في نفسية الطفل. حضرتك تحب تقول حاجة؟ لا، وانا باكد على النقطه اللي حضرتك بتقوليها، الجزء بتاع النفسيه ده حتى احنا في ارتباط بينه وبين الولاده المبكره وبينه وبين صعوبات الولاده، فالجزء النفسي في الحمل ده مهم جدا طبعا. شكرا بشكركم جدا. ميرسي قوي. شكرا، بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم بكره على خير على الهواء ان شاء الله. باي باي.